طيب تعالوا بقى نشوف كفتة السمك هنعملها ازاي. عندنا سمك فيليه او سمك مفروم، سمك ابيض طبعا من غير اي حاجة خالص، فيليه تماما، زيت، بصل مفروم، ثوم مفروم، جنزبيل مفروم، فلفل حار او رومي للي مش بيحب الحار، كزبرة خضراء مفرومة، بيض، بطاطس مهروسة، بقسماط، كزبرة جافة، كمون، كركم، شطة، عصير ليمون، وبعدين عندي زيت للتحمير، وعندي تشيلي اند سويت صوص. هاخد السمك، بسم الله الرحمن الرحيم، هحط معاه كل التوابل، كمون، شطة، كركم، كزبرة، عصير ليمون، ثوم مفروم، جنزبيل فريش مفروم، فلفل حار، بضاية، بطاطساية مسلوقة ومهروسة، بصل مفروم، وطبعا لو في بصل اخضر يبقى لطيف جدا معاه، ملح وفلفل، ملح وفلفل اسود. بصوا في هنا شبت، انا هزود شبت يا هدى، اوكي، يعني عود شبت كده بس عشان بيدي طعم حلو قوي للسمك اهو. وبعدين في هنا سويت اند ساور، سويت اند شيلي اللي انتوا عايزينه، هاخد منه معلقه واحده بس، اقفل واشغل الكبه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده كفته السمك جاهزه. هعمل ايه؟ هاخدها اهو واشكلها بالشكل اللي احنا عايزينه، وانزلها في البقسماط واقليها.